وفي فقرة إعادة الاستخدام نسلط الضوء على مشروع إعادة استخدام الأخشاب الطبيعية، حيث يمكن تدوير جذوع الأشجار وخاصة شجرة الشريش المنتشرة في ربوع السلطنة، حيث يمكن استخدام أخشاب هذه الشجرة في تشكيل الطاولات المصنوعة من الخشب الطبيعي. للتفاصيل نشاهد معا التقرير التالي. اسمي عبد الرحمن بن خالد العامري، بدأت في مشروعي قبل تقريبا ما يقارب سنة. شريت أول مكينة من شارل أركت، بديت عليه، سويت أشياء بسيطة، اشتريت أشياء أخرى، تطورت فسويت المباخر زين وطورت يعني، فكتابة الليزر، قص أشياء كبيرة، بعدين الطاولة. استخدم الاخشاب الطبيعيه مثل خشب الشريش العماني في صنع المباخر. بديت أروق عن منتجاتي وأعمالي وشي بهدايا وأهدي أصدقائي والناس مقربة مني، فهديتهم، بديت يتعرف علي الناس وعلى الأشياء اللي أسويها، فتحت حساب في الانستغرام.